مالك ليبل دبوس الدبوس المعروف. اليوم تتواجدون تواجد متكرر أبطال، نبارككم بهذا الذهب وهذا التتويج. في حياتك ويسلمك. هذا المهرجان مهرجان الجميع، ومهرجان نفتخر فيه ونحرص على التواجد فيه، وشيء يفرح الصدر صراحة. لا الترتيب ولا الإنجاز ولا التتويج، الحمد لله رب العالمين. أنتم أبطال تتواجدون، هذه يمكن أكثر من ثالث مرة تتواجدون في المنصات الذهبية. دبوس الدبوس عود دائما جماهير ندر صفر على الجديد، وش ممكن تقدمهم أنت السنة الجاية؟ والله جماهير ندر صفر أي شيء نسوي لهم قليل فيهم، الله يسلمك. والنواميس هذه كلها أقل شيء نقدمه لهم، هم يستاهلون أكثر، ويبشرون بالنواميس في المستقبل إن شاء الله، ما لهم إلا الفوز إن شاء الله يا رب. كيف كانت منافستكم هالسنة؟ والله المنافسة ما كانت بحجم اللي كنا احنا نطمح له، لكن ما لها الا سبب واحد، واللي هو قوة المنقية وقوة ندر الصفر وسيطرة ندر الصفر. فالقوة هذه والسيطرة اللي فيها ما خلى اي منافس يقدر يجي وينافس ندر الصفر. يعني منافسكم اليوم لما ما تواجد صار ضعف شوي في المنافسة؟ هو مو ضعف المنافسة، هو ما مثل ما قلت لك انا، قوة الحلال اللي موجود يخلي الناس تتردد انها ممكن تنافس حلال، خاصة على المركز الأول والثاني. والدليل أنه كان في منافسين، بس المنقية والرديفة أخذوا الأول والثاني مع بعض. يعني السنة أخذتوها بريحية أنتم؟ والله هو الاستعداد نفس الاستعداد السابق، لكن المنافسة كنا ننافس نفسنا، فالمنقية نافست الرديفة. دبوس الدبوس معروف عنك رجل أعمال، تتواجد دائما في مهرجان الملك عبد العزيز، رأيك في قيمة هذا المهرجان الاقتصادية والسوقية؟ القيمة المضافة من قبل مهرجان الملك عبد العزيز يحتاج ساعات حتى الواحد يتكلم عنها، لكن هي قيمة واضحة ومبينة على جميع النطاقات اللي تخص الموروث نفسه أو الاقتصاديات الأخرى المرادفة له من جميع النواحي، سواء كان عقار، سواء كان نقليات، سواء كان زراعة، سواء كان خدمات طبية وأدوية وعلاجات، يعني شيء متكامل. فالمحتوى الاقتصادي اللي قاعد يضيفه نادي الإبل للاقتصاد المحلي في المملكة، مو بس في المملكة صراحة، امتداد اقتصاديات أو محتويات الاقتصادية للنادي ممتدة لدول مجلس التعاون كلها، والآن قاعدة تمتد لدول العالم الأخرى أيضا، وهذا اللي قاعد ألاحظه وأشوفه. وشوف الارتفاع بالأسعار في الإبل نفسها والإقبال عليها، كل هذا بسبب الجهود اللي تقام بنادي الإبل والفعاليات اللي يقيمها نادي الإبل والمسابقات هذه. سؤال الأخير، أنتم حافظتوا على مركزكم؟ بطل برق المؤسس وبطل نخبة نخبة السنة الجاية وشباب ما يبشرون لبالنواميس إن شاء الله السنين القادمة، إن شاء الله بإذن الله.